حور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط قراتي، توفوا عقاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على الشهيد علي الشيخ، السلام على الشهيد السيد هاشم السيد سعيد. كيف يزورونكم وهم معتقلون؟ كيف؟ اعتقلوا لأنهم طالبوا بالقصاص ممن قتلكم. هل هذا ذنب يعاقب عليه الإنسان؟ بل هل هو ذنب أصلاً؟ 6 سنوات وهم يطالبون بالقصاص ممن قتلكم، بدل أن يعتقل القاتل ويحاسب، يعتقل والد الشهيد، ولد الشهيد علي، ولد الشهيد السيد هاشم. كما أن والديكما فخوران بكما لأنكم شهداء للدين والوطن، أنتم أيضا عليكم أن تفخروا بوالديكما لأنهما بقيا يطالبان بحقكما رغم طول المدة ورغم الألم والمعاناة. نحن أمام رياض هؤلاء الشهداء جميعا، الشهداء الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن، من أجل هذا الشعب، ومن أجل حقوق هذا الشعب، وخصوصا أمام رياض والشهيد علي الشيخ والشهيد السيد هاشم، والذين نحن نقف لنقرأ الختمة القرآنية أولا على أرواحهم ونهديهم، ومن ثم نتضامن مع والديهم الذين اعتقلوا والد الشهيد علي الشيخ، والذي حكم عليه بحكم قاسي جدا الا وهو 3 سنوات، ووالد السيد هاشم الذي حكم عليه ب3 أشهر اقصى منها شهر وباقي شهران. اليوم انا توقعت ان تمتلئ المقبره اليوم بالجماهير الغفيره لتأتي إلى رياض الشهيدين، نظرا لهذه النفس التي فارقتنا، والحضور مطلوب، وكذلك نظرا للعطاء الذي قدمه والد الشهيدين، والد الشهيد علي الشيخ ووالد الشهيد سيد هاشم. لم يفارق في يوم من الأيام أي ختمة قرآنية للشهداء، وأنتم تعرفون تماما هذا الشيء، بل هم سباقين لهذا العمل ويتواجدون في كل المحافل. لذلك كان من الواجب على الجميع أن يشاركوهم اليوم في هذا اليوم بالذات، يجب أن يردوا لهم الجميل، هم لم يقصروا. تروا من النار ابن واحد بدل روح النار صار زين.